وهذا ما بطرحوا لي، هذا بطلعوا لي، واذا ما طلعتوا لي بدي ازعل منكم، هذا اهم من كل شيء. ترك السوريون ديارهم هاربا من وحشية الأسد وإجرام داعميه، فتفرقوا في الأرض لا يبتغون إلا حفظ دينهم وكرامتهم، وقبل ذلك كله حفظ أرواحهم. أم عبد الله واحدة من ملايين المهجرين الذين فروا من حلب، تحاول في مطعمها المتواضع هذا أن تكفي نفسها وعيالها شر المسألة. أنا جيت لهون سنة 2018 تقريبا، فتحت فترة بالبيت بس البيت صام. ايه لحين ما الله يسر لي الحمد لله وفتحت المكان. هو يمكن متواضع وعد الحال، بس الحمد لله أنا شايفته جنة عندي. تعتبر الكبة بأنواعها أبرز ما يميز المطبخ الحلبي، ويجعله مقدما على بقية المطابخ السورية. تتقن أم عبد الله صناعة كل أنواع الكبب، بل وحتى الحلويات إذا شئت. لكن الظروف المادية السيئة ورأس المال شبه المعدوم يعيقان أي محاولة من أم عبد الله لتوسعة نشاطها هذا وزيادة الاستفادة من مهاراتها فيه. بدي نقع البرغل، بدي روح تحط لها برة طبعا، أي موجودة، ما يعني أنك محكوم بغنم أو مثلا فروج، الموجود عندي بحطه. بعد ما بتدهك أو بتديرة أو بتشتغل فيها، هي نفسها العجينة بتصير للمشوية وللمقلية، بس طبعا البصنية بتجي هبرتها أكتر، الصاجية بتجي هبرتها أكتر. الله في الأنواع الكبابية بتضمن كبة المقلية، كبة المشوية، كبة بسياخ، كبة صاجية. الله يعني الله الحمد لله رب العالمين، الله ملبسنا العافية، عم بشتغل لحالي يعني. الله لو إنه في حركة وفي شغل تحط حدا يساعدك، يعني شيء طبيعي تحط، يعني بشيل عندك جايبان الأغراض شغلة عملة، بس ما في يعني يوم بدي يشتغل عندك ألقي شيء بده راتب يعني أو بده يومية، فإنشان هيك الله صعب أحط عندي حدا. ولا أنا بالعكس يا ريت، وبتمنى مو بس إنه إنشان يساعدني، إنه بتمنى يصير وشغل حتى أشغل الناس، يعني يكون في عندي أساعد الناس يشتغلوا عندي، يصير في حركة. بس نرجع نقول الحمد لله يعني. لأم عبد الله أمنيات نبيلة لا تتوقف عند توسعة العمل وطلب الرزق وما إلى هنالك من أمور الدنيا، وربما لن تذكر لك ذلك أصلا لو سألتها عن أمنياتها، بل ستجيبك كما أجابتنا بالعبرات والدموع. بتمنى يا رب من كل قلبي كله يرجع بلدنا، وترجع بلدنا أحسن ما كانت يا رب. وهذا ما بتروحوا لي، هذا بتطلعوا لي، وإذا ما طلعتوا لي بدي أزعل منكم، هذا أهم من كل شيء. الحمد لله. إن شاء الله، الله كريم.